ماهر رسامني حلاق، بلشت فيها من عمر صغير وتطورت. كان عندي محل تحت البيت بالزروبة، صار عندي محل على الطريق العام، فاضطرينا انه نحط حلول مثل بطارية، مكانات على البطارية، هيدي الاشياء. اكيد قدرت اطور حالي بحالي يعني، وساعدتني قسم المؤسسة والحمد لله ماشي الحال. انا الوحيد بالمنطقة هون، واسعار انه اكيد منيحة مقبولة ماشي مع الوضع. الله راد هلا بده يصير في زودة تاتو وواكس وهيدي الاشياء، صار في زودات تنظيف بشرة. لا اكيد قدرت اخلق شيء جديد، بس الحمد لله يعني قادر كفي. واكيد واحد ما بده ييأس، هلا الوضع مش واحد رح يعمل قصور يعني، مش هيدا، بس انه رح يقدر يمشي مع الوضع. بعدنا مكفي وان شاء الله بتنحل.